المحفظة ديالو خرج لبرا ما مش فينا مازال مش كتب في بلاصه انا مش كنا في التواعد معاه فاش غتشك حاج جيران الفاميلا ولا العائله هي اللي كاين انا تقريبا انت شحال عمرك نعم العمر ديال الدري 4 سنين 4 سنين كان عند الدري هلا كيقرا في الروض شي لا تهلا نمشي للسلطه عمناهم ورجعنا وكنقلبوا عاد حنا والسلطه نجازيهم بخير الحالة النفسية ديال العائلة دي يعني الأم وأنت شخصيا كيدير حالة واش أنت كتشوف كيفاش غاتولي الحالة ديالك مشارك ولد كيفاش غاتولي الحالة ديالك إلهي الله حنا تفاجئنا اليوم بعد اختفاء ديال الدري الصغير السن ديالو 4 سنوات تم اختفاء في دوار أيت حمو عمالة تقريم شتوكا أيت بها وكنشكر السلطة المحلية اللي حاضرة معنا في الليلة هذا كنشكروا الدرك الملكي كنشكروا القوى المساعده كنشكروا جميع السلطات المحليه لهذا الشيء ما عمرنا ما شفناه فهاد الشيء اول مره في هذا الدوار هذا كيوقع اليوم كاع الناس تم الاختفاء ديال الدري هذا عمره 4 سنوات اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة